بتاريخ 25/10/2020 في حدود الساعة 1 صباحا، تلقى مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055، مفادها عزم مجموعة من المنحرفين على تخريب أسلاك الشبكة الكهربائية ذات الضغط العالي قصد سرقتها. على الفور تم توجيه أقرب دورية إلى عين المكان، أين تم ضبط شخصين في حال التلبس بتخريب وسرقة الأسلاك الكهربائية. بعد توقيف وإخطار الجهات القضائية المختصة، أسفر التحقيق عن توقيف شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة الكوابل الكهربائية تتكون من 6 أشخاص، مع حجز كمية معتبرة من المسروقات المتمثلة في أسلاك كهربائية وشاحنة نفعية تستعمل في نقل الوسائل.